هذا القرار يشكل سابقة تاريخية، لأول مرة يصدر عن الاتحاد الأوروبي قرار يسمي الشخصيات السياسية والمصرفية اللبنانية المتورطة بما وصلنا إليه من أزمة مالية ومصرفية يسميها بالاسم ويدعو لفرض عقوبات عليها. هذا القرار إجا نتيجة عمل امتد لأكثر من سنة بالتعاون بين رابطة المودعين ومنظمة المحاسبة الآن، وتقدمنا بملف طلب فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بناء عليه صدر القرار الذي صدر اليوم. افترض الآن أن يصوت البرلمان الأوروبي على فرض العقوبات من بعد هذا القرار، ولكن ما يعنينا نحن كرابطة مودعين هو أنه من بعد المحاسبة التي حاولنا فيها كثيرا في الداخل اللبناني مع أكثر من 400 دعوة قدمت القضاء اللبناني، مع دعاوى أخرى تقدمنا بها باسم المودعين، مع إخبارين لدى النيابة العامة، ولم نصل في الحقيقة إلى نتائج مرضية للمودعين سوى في بعض الحالات المعدودة. ما يعنينا أن ملف المحاسبة قد فتح دوليا الآن، إضافة إلى الشكاوى التي تقدمنا بها في سويسرا بحق رياض سلامي والمصارف اللبنانية والمصارف السويسرية المتعاونة معهم. اليوم على صعيد الاتحاد الأوروبي بات هناك قرار يسمي المتورطين بالاسم، وهذا شيء مهم يضيق الخناق على هذه الزمرة التي احتجزت أموال الناس، قامرت بأموال الناس، وأوصلتنا إلى الحال اللي نحن وصلنا له. هون بهمني أكد على أنه لا خطر على السيادة اللبنانية إلا من هودي المسؤولين اللبنانيين يلي وصلوا حال البلد لما وصلت إليه، لا خطر على القطاع المصرفي اللبناني إلا من هيدي المصارف ومن حاكم مصرف لبنان يلي دمروا القطاع المصرفي وأوصلونا إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني. بالتالي إعادة حقوق المودعين وإعادة إطلاق القطاع المصرفي اللبناني بيتطلبوا بطبيعة الحال المحاسبة، وهيدا يلي نحن عم نسعى له، عم نسعى لمحاسبة من أوصلنا لهون وللوصول إلى قطاع مصرفي جديد بإدارات جديدة بعيدا عن هذه الزمرة الموجودة الآن المسمات بين هلالين جمعية المصارف يلي احتجزت من غير حق أموال المودعين، يلي أولا قامرت بأموال المودعين عبر الاستثمار بالدين العام وغيرها من الاستثمارات الفاشلة، احتجزت أموال المودعين، أذلت المودعين على أبوابها، حولت مراكزها لحصون مسيجة بالحديد. اليوم إذا هن كانوا ظنوا أنهم بيقدروا يهربوا من تحقيق العدالة بالداخل اللبناني لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب، ونحن سوف نلاحقهم بالداخل وبالخارج.